بيكم من جديد وجزء خاص بحراسة المرمى. معانا ومشرفنا كابتن احمد فوزي كابتن النادي الاهلي كمان وجول النادي الاهلي. مساء الفل. مساء الجمال يا كابتن سيد. اول مره مع بعض على الهواء. بقى لنا كتير بره الهواء بس سبحان الله اول مره. والله العظيم ثلاثه يعني مش عارف اقول لك ايه بس اهو يعني في حاجات بتضطر ليها زي اوقات كده. ربنا يستر يا رب. على العموم كابتن فوزي قبل ما اخش في تفاصيل يعني حراسه المرمى في الاسابيع الخمس خليني اقول لك يعني في رسائل كتير قوي. طب يا جماعه لو عندكم رسائل هاتوها لنا. يعني احنا قلنا النهارده مين اللاعب من وجهه نظركم اللي كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر ولم يتم اختياره، وكمان النهارده ليون فري زي اللي بيروح يخسس كده او اللي بتروح تخسس بيبقى عندها يوم فري. النهارده يوم فري ايه؟ كل براحتك. النهارده كل براحتك، قول اللي انت عايزه، يعني نفسك في حاجه اعملها على طول، عايز تقول كلمه، عايز تقول جمله، عايز تقول اختيار، مش عايز تشوف حكم، عايز تشوف حكم، مش عايز حد في براحتك، يعني قول اللي انت عايزه. النهارده اليوم الفري. كابتن فوزي معايير اختيار حارس المرمى اساسا، يعني انت دلوقتي ما شاء الله كابتن تمام. في قطاع الناشئين تمام. معايير اختيار حارس المرمى اساسا في الناشئين في البراعم يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بتبقى البدايه كده اول حاجه المهاره. خلي بالك في السن الصغيره كابتن كل الاجسام بتتساوى، يعني ممكن يكون واحد فارق عن زميله 5 سم 7 سم 10 سم ليس الا فانت في الاول الاجسام في ناس بتاخد بالاجسام والشغل ده موجود في اوروبا الشرقيه. يعني هتلاقي الاجوان بتاعت اوروبا الشرقيه كلها معظم الاجوان بتعدي ال 190 سم. لو جيت خدتهم كده بالعدد وعديتهم هتلاقيهم كده من اول تشيك في تشيك مثلا كورتوا اساسا اصله من بلجيكا بس اصلا قبل كده من 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 اوروبا الشرقيه. الجون بتاع اذربيجان كل الاجوان اوروبا الشرقيه اجسامها بتبقى كبيره تمام، عكس مثلا اسبانيا ممكن كنا بنشوف كاسياس جسمه صغير، ديخيا جسمه مش كبير مقارنه ببقيه الاجوان. فهي في مدارس كده ومدارس كده، انما لو احنا بنتكلم دلوقتي عندنا في مصر الاهم حاجه المهاره. المهاره في ايه؟ في موهبه ربنا سبحانه وتعالى بينزلها في الولد، انه بيعرف على الاقل يعمل تراي، بيعرف يترمي، بيعرف يشيل رجليه، بيعرف عينيه كويسه على الكوره، عنده سرعه رد فعل في المسافات الضيقه، بيعرف يترمي كويس، بيحط ايده في الكوره كويس. دي الاساسيات زائد الجسم، ما انت مش كل دون هتجيب واحد عنده 17 سم وتحطه في الجون. فهي يعني بالاول بتشوف المهارات بتاعته، تحركه على الكوره، عينه على الكوره كويسه ولا لا، بعد كده بالشغل المفروض ان هو بيزيد. طبعا في حراس جيدين جدا بيبقوا في مستوى الناشئين، بس بعد كده لحد 16 17 سنه جسمه ما بيساعدوش فبيتن بيقف على كده وبيبطل، والعكس صحيح. في حارس لحد 15 16 سنه ما يبقاش ظاهر في الصوره اساسا وموجود، بس مع كتر التمرين وجسمه بيفرد مره واحده وبيطول بيبتدي يكون خبرته زادت، يبتدي يبقى موجود في المباراه، موجود في الكوره. طيب لو القدرات البدنيه او الصفات البدنيه موجوده، يعني واحد طويل جدا جسمه هايل جدا رائع جدا تمام، ممكن اعمل منه حارس مرمى ولا صعب؟ الشاسيه ده سلاح ذو حدين، اللي بيختار شاسيه بيختار سلاح ذو حدين. يا اما يطلع معاك جون كويس قوي، يا اما يطلع جون اساسا التوافق عنده صعب. مشكله الناس الطوال من بدايات من بديهيات حراس المرمى التوافق العضلي العصبي والتوافق في الرجليه. ممكن يبقى شاسيه كبير ما شاء الله جسمه كويس عريض. مشكله الشاسيه هتبقى في ايه؟ الشكمه. ربنا يستر على الجزء ده. اتفضل يا عم. ماشي. لما يكون جسمه كويس وعنده عدم توافق عضلي عصبي، التوافق بتاعه من تحت من رجليه صعب، استحاله تعمل منه جول، لان هو خلقته كده قاموا يروح يلعب سله بقى. أوكي. يروح يلعب سلة، إنما ما بيبقاش جول. لازم أهم حاجة يبقى حركة رجليه من تحت تكون سريعة وقصيرة. ممكن في ناس كتير ما تبقاش عند دي، ما عندوش إنه الإشارة العصبية من مخه الرجلية تبقى سريعة، فما بيبقاش عنده رد فعل. فده لا، ده مهما اشتغلت معاه خلاص هو مش هتقدر تجيب منه حاجة. العكس تماما، ممكن يبقى جون هايل وجسمه كويس قوي بس عنده الـ 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 عنده توافق العضلي ده كويس قوي والتوافق العصبي كويس، ممكن تعمل منه جون كويس. طيب أوكي، عايزين نعمل حلقه ان شاء الرحمن على موضوع الناشئين ده. تمام. عندنا مشكله كبيره جدا لازم نعترف بيها. احنا بقى لنا 10 سنين 10 سنين كامله لحد دلوقتي ما عندناش جول في الدرجه الاولى بشكل مش عايز اقول بشكل اساسي، احنا بنكون حتى جول ثالث. يعني 10 سنين 10 سنين كتير كتير جدا. خلينا نخصص لها حلقه باذن الله يا كابتن فوزي. نتكلم بقى على الخمس اسابيع. تمام.
عندنا حقوق طبعا اللي هم الخمس مباريات اللي لعبوا قدام النادي الاهلي، اجوالهم وحراسهم، وكمان الشناوي وشريف اكرام. طيب نبدا الاول اول اسبوع مباراه الاهلي والاسماعيلي. اوكي. المباراه كانت بالنسبه للحراسه هنا محمد الشناوي، هنا عصام الحضري، الاثنين لعبوا في كاس العالم الاخير. واحد منهم مان اوف ذا ماتش في اول مباراه، والثاني من احسن عصام الحضري كان برضو يعتبر مان اوف ذا ماتش في ماتش السعوديه لو نفتكر كلنا مع بعض يعني. صحيح. فالاثنين كانوا بيمثلوا حراسه المرمى على مستوى مصر كلها. طبعا كابتن عصام اعتزل، كابتن الشناوي موجود وان شاء الله يكون متواجد بكره في مباراه منتخب مصر. مباراه جيده جدا من الحارسين، عصام الحضري انقذ مرماه من اكتر من هدف، ويمكن واخدين له واحده النهارده شالها من ازاره بطريقه هايله. الشوط الاول الشوط الاولاني كانت في الاول في اول ربع ساعه تقريبا او اول ثلث ساعه ممكن هي دي معانا اتغيرت اتجاهها في واحد، وعصام مع ذلك غير اتجاهه ضعيفه، ولكن المشكله في 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 تغيير الرد الفعل. المسافه كانت قريبه، كانت في حارس ثاني ممكن تخش في دي بسهوله جدا، لانه عقبال ما ينزل الناحيه الشمال ويحاول يرجع الناحيه اليمين مش هيلحق، انما عصام قدر يغير جسمه بطريقه ممتازه، ودي مرونه متعودينها على عصام في الاوقات دي. في نفس المباراه الشناوي كان الشوط الاولاني مادي باداء جيد جدا، يمكن عابوا الهدف اللي كان فيه عدم تنظيم بينه وبين خط الدفاع الهدف اللي دخل فينا، ولكن في المجمل كان كويس. يمكن عصام هو اللي كان هايل في المباراه دي، وانا عن نفسي وانا بحلل يعني في قناه ثانيه اديته هو نجم الاسبوع، لانه فعلا كان شال الاسماعيلي من مباراه ممكن الاسماعيلي يخسر فيها 4-5 بسهوله. اوكي. فعصام كان ابتدى الموسم بطريقه هايله ما شاء الله، هو والشناوي في نفس الكلام. لو جينا اتكلمنا على بقيه مباريات عصام الحضري، للامانه يعني الراجل ماشي بطريقه فوق الممتازه، وخصوصا ماتش الاتحاد اللي خسروا فيه شال واحده من رزاق سيسيف المقص تحسب له، وكان هايل فيها. في مباريات كتير عصام كان متالق فيها، وهو الحارس الوحيد هو عامر اللي مستواهم ثابت تقريبا عند 9/10، ما قالوش عن كده في اي مباراه. وعلى ده انا شايف ان الاثنين دول احسن حارسين موجودين في المرمى مع الشناوي، طبعا لان الشناوي برده من الحراس اللي ما قلتش في الدوري العام. اوكي. نيجي بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي، كان مباراه الاهلي والمصري. اوكي. وجود احمد مسعود مع كابتن محمد الشناوي، الشناوي زاد عن مرماه في هذا كورتين في الشوط الاولاني، واحده الواحده من وادي دي بقى عايزين نتكلم عليها باستفاضه شويه، وهنقارن بينها وبين كوره في نفس المباراه. الكوره دي لو حد جاب الكوره من بدري خالص من ورا، الشناوي واقف قدام خط ال 18 بخمسه يارده. لما الكوره اتلعبت ثرو كان قاري الكوره من بدري، طلع شال الكوره من قبل ما الراجل يحط رجله فيها، وكان عنده جراءه يحسد عليها. الكوره دي اسمها انقاذ تنظيمي او انقاذ استباقي. ليه يا كابتن؟ تحضيري يعني محضر. استباقي ليه؟ لانه لو كان استنى نص خطوه كمان صحيح. والراجل خدها انفراد واضح وصريح وممكن ممكن خلاص وطرد ليه هو. عملها جنش في مباراه للزمالك امام النجوم، وصلاح امين عدى منه وحطها من بره في نفس الكره بالظبط ونفس الطريقه بالظبط، ولكن هنا الشناوي كان 100% كويس فيها، وطلع في نفس الميعاد، خطواته كويسه، سرعته كويسه، اداؤه كان هايل. لما نيجي نقارن بينه وبين احمد مسعود في نفس الكوره جات له مع كابتن وليد سليمان، بس احمد مسعود كان بادئ منين بقى؟ شوف الشناوي هنا لو رجعنا الكوره من بدري، بس ما فيش اللقطه دي معانا النهارده. okay. يعني والكوره بتتلعب من هنا، الشناوي كان بره ال 18 بثلاثة يارده، كان واقف على خط الدايره بالظبط. فلما الكره اتعملت ثرو قدر يجري اكتر من 12 خطوه او 10 خطوات، وبقى اسرع واقرب للكره من المهاجم بتاع فرقه المصري. عملها في نفس المباراه احمد مسعود مع وليد سليمان، ولكن وليد سليمان سبقه وحط الكره من فوقيه وجت من فوق العارضه تماما، وهنا الفقهيه دي بالظبط. بص هنا لو الكره اتعادت احمد مسعود بيجري منين ووقف لحد فين؟ عشان بدايته غلط، بدايته اساسا هو واقف جوه السكس يارده، لما الكره اتعملت ثرو ما لحقش يطلع بره ال 18، حتى لما حاول يوصل لقى نفسه وصل عند ال 18 حاول يرجع. لو في توفيق لوليد سليمان في الكره دي هدف اكيد، وخطا فادح من احمد مسعود. في اجمالي المباراه احمد مسعود من وجهه نظري يسال عن الهدف الثاني تماما، الهدف بتاع وليد ازارو. الهدف الاول بعض الناس بتقول ان هو سهل، بس انا من وجهه نظري انه كان ممكن يتعامل معها احسن لو كان ثبت مكانه، انما خد خطوتين للخلف وكوليبالي بيلعب بدماغه اثرت عليه وخلت الكره تبقى
الجون واسع بالنسبه له فتخش فيه. هنا تصدي للشناوي هايل، بس يعني اسهل حاجه عملها هو لعب السهل قوي. عارف يا كابتن سيد لما اللي هو تلعب السهل الممتنع، لو حب يمسكها ممكن تقع منه وتخش، لو حب هو يطير ويطلع. هو لعب المضمون والسهل قوي، وهو طويل وعالي وكل حاجه. مظبوط، تمركزه هايل 10 على 10، تحركه هايل، واحسن حاجه فيه انه لعب السهل وحطها من فوق العارضه ورايح دماغه خالص، وشال كره مهمه جدا في المباراه. انما على العكس زي ما بقول لحضرتك، احمد مسعود كان مسؤول مسؤوليه كامله عن الهدفين، يمكن الهدف الثاني مسؤول عنه مسؤوليه كامله من وجهه نظري. الهدف الاولاني لو كان في مكانه وما كانش رجع خطوتين لورا وكوليبالي بيلعب بدماغه كانت ممكن يصد كوره، انما في الاول وفي الاخر هو يعني بنسبه 60 70% مسؤول عن الهدفين. المباراه الثالثه للنادي الاهلي كانت امام وادي دجله. كان امام وادي دجله، منصف عامل ماتش حدث ولا حرج عن منصف، يعني منصف طبعا دفعتنا احنا الاثنين وحبيبنا وراجل قديم زي ما بيقولوا، انما عبد منصف على الماتش كويس قوي جدا جدا، مع انه الماتش اللي قبليه كان بيلاعب الجون هناك وكان سبب مباشر في هدفين من الثلاث اهداف اللي دخلوا مرماه. صحيح. فيعني كان المفروض جاي من اخفاق يجي قدام النادي الاهلي يبقى مش قوي، انما عبد منصف في المباراه دي ياخد 9.5 على 10. اوكي. واحده بس هي اللي غلطه منه، كره اتعملت اوفر حب يمسكها وقعت منه، راحت لوليد ازارو لعبها برجليه وهو صدها. لو حد يفتكر الكره دي. الهدف الهدف يسال الهدف عنه، الهدف لا يسال عنه، كان ممكن يطلعها بس المسافه بعيده. يعني كره بره ماشيه قدام السكس يارد، هو حاول يطلع مع الكره وهي بتتعمل بالعرض، انما الهدف لا يسال عنه تماما. شايل في المباراه دي 11 كره خطره. صحيح. منهم 3 بالدماغ، 4 انفرادات، واكثر من 5 اوفرات. في واحده هنا ازارو، لا ده سلم محسن. صلاح محسن. صلاح محسن هايله هايله. بص يا كابتن سيد، ماسك العرضه هنا وقافل الزاويه الضيقه، الراجل رقص الاثنين وهو راح راجع تاني قافل الضيقه وراح طاير من مكانه. هايل في التحرك بتاعه ازارو اللي شفناها اللي قبلها، هايل انه طلعها في الحته دي بالطريقه دي. فكرتنا بكره عصام الحضري مع دروجبا في 2008 واللي هي دي. ايوه بالظبط وانا بتفرج عليها وقاعد بقول والله فكرتني بكره عصام الحضري في 2008 مع دروجبا. اوكي. الكره الثانيه بتاعه صلاح محسن انا واخدهم من احسن صدات الاسبوع، خمس اسابيع. مش الاسبوع ده بس، احنا مختارين 5 حالات منهم الحالتين دول لمحمد عبد المنصف، عمل مباراه هايله واجاد. يمكن زي ما قلت لحضرتك في الاسبوع الثاني كان امام الجونه كان غير موفق، الاسبوع الاول كان هايل امام الداخليه وشال جونين غير الهدف اللي دخل فيه. في اخر اسبوع كانوا بيلعبوا مع الداخليه تقريبا، لا الداخليه ده اول ماتش هم ابتدوا لعبوا مع بتروجيت وبعد كده خلاص بس خلاص هو ماتش 2-0 مع بتروجيت. يمكن كان غير موفق الى حد ما، ولكن في الاجمالي هو كان عامل ماتش الاهلي هايل. نرجع للمباراه الرابعه للنادي الاهلي، كانت مباراه الحرس الحدود. كان بيزود عن مرمانا كابتن شريف اكرامي لاصابه كابتن الشناوي. طبعا شريف اكرامي كان بقاله فتره ما لعبش، ولكن في المباراه دي كان كويس جدا. يمكن تعامل مع كل اللي جاله شوطين في الشوط الاولاني في محيطه، وقدر يتعامل معاهم بكل هدوء. كوره في الشوط الثاني ملعوبه بالدماغ وقدر يتعامل معاها. يمكن في المباراه طلع على اوفر مهم جدا في اخر الشوط الثاني او في الدقيقه 80 في الشوط الثاني، وطلع معاها كان كروس معمول من الحركه كده بوش رجل خارجي شالها كويس قوي. في المجمل شريف اكرامي ادى مباراه جيده جدا مع انه بقى له فتره غايب، بس ده دليل على ان شريف اكرامي زي ما بنقول بيدوس على محمد الشناوي وبيقول له خلي بالك انا وراك. ودي حاجه كويسه مفيده، حاجه جداً. ممتازه. وخلي بالك الحارس اللي ما بيحسش ان في واحد بيجري وراه عشان يلحق ياخد منه الاستباق مش هيبقى حارس جيد. والحارس اللي ما في بعض الحراس لازم تبقى كابتن ضاغط عليهم زي اليويو كده، عارف يعني لازم تضغط عليه زي اليويو عشان يديك اقصى حمل ليه واقصى كفاءه ليه. لازم تضغط عليه زي اليويو، ولازم يحس ان في واحد وراك بيحفر وراك عشان يوصل. ودي مرتبطه بالجزء الفني بقى ولا الجزء الشخصي؟ لا الشخصي والمعنوي، لا الشخصي والنفسي. لازم طبعا كابتن، اكيد مصطفى، كابتن مصطفى كمال بيتكلم مع الحراس كلهم الثلاثه، وانا عارف كابتن مصطفى كمال بيعرف يتكلم كويس قوي وحضرتك عارفه. فاعتقد ان كابتن مصطفى بيعرف يؤدي الموضوع ده بطريقه جيده جدا. فبقول لحضرتك المباراه دي شريف رجع لسابق عهده القديم اللي ما كسبنا مباريات يعني. يمكن كان على الجانب الاخر مسعد عوض ولدنا زي ما بيقولوا، الناس اخطات فيه وقالت انه قاصد على المباراه، انما هو في مجمل المباراه كان وحش. يمكن في الشوط الاولاني في الشوط الاولاني مسعد دي السنه اللي فاتت ماتش الداخليه وكان عامل مباراه هايله، شال واحده كمان في بالدماغ من مظبوط صحيح من الراجل الاخير شالها في على اليمين وطلعها حلوه قوي. نرجع لل طب خليني اقول لك ارقام
اتفضل نتكلم في ارقام. اتفضل. مثلا عدد المباريات مثلا اللي ما دخلش فيها اهداف 31 مباراه. عدد الفرق اللي ما دخلش فيها، يعني في فرق مش المباريات، يعني هما عدد 31 فرقه ما دخلش فيها مباريات. بتروجيت 4 من 5. مظبوط. الاهلي 4 من 5، بتروجيت 4 من 5، النجوم 3 من 5، الانتاج 3 من 5. اكتر الحراس ما دخلش فيهم اهداف متتاليه طبعا محمد ابو النجا، ممكن اتوقف عن حارس مرمى شويه، حارس مرمى بتروجيت اكملهم، والشناوي 3، احمد سعد 3، وعامر عامر 3. عدد حراس المرمى الذين شاركوا في هذا الموسم 24 حارس. عدد الحراس الذين حصلوا على كلين شيت هم 18 حارس. اتفضل يا كابتن. عايز توقف انت عند محمد ابو النجا. عايز اقف عند محمد ابو النجا. حارس مرمى عنده 21 سنه، بقى له سنتين في بتروجيت، عامل معاهم فترات اعداد كويسه جدا. السنه اللي فاتت لعب اخر مباراتين او ثلاثه تقريبا، كابتن طارق جه اداله الثقه كامله، الراجل بيلعب وحارس جيد جدا، وبقول للناس كلها خلي عينكم عليه. الولد ده عمل 4 مباريات ولا اروع، واخرهم يمكن اخر مباراه الهدفين اللي دخلوا فيه طول الموسم، هدفين مش غلطته خالص، واحد كوفي لعبها بالعرض ده احمد جمعه على خط الجون، والهدف الاولاني انفراد من اسلام، هدف في مباراه المصري برضو. الولد عامل مباريات ولا اروع ولا اجمل. زمالك، اسماعيلي، مقصه، مصري يعني ما شاء الله ماشي بطريقه هايله. حتى المباراه اللي هم كانوا وحشين فيها ما دخلش فيه جول، اللي هو مباراه حرس الحدود، لا ده شال واحده في الدقيقه 73 يا كابتن. الراجل بيرفع من ناحيه اليمين على اساس ان هي كروس، وهو طالع واخد خطوتين، راحت في المقص، راح طاير يا كابتن، واخد خطوتين وطاير وطلع من الدقيقه شكل عالمي بصراحه. وانا بقول للناس خلي بالكم من ابو النجا، هيبقى حارس كويس جدا. احمد سعد بخبراته لعب مباريات قويه جدا، بدايه من زمالك، اسماعيلي برضو مصري، بتروجيت، اسماعيلي مصري، زمالك، جيش، عمل مباريات جيده جدا، ما دخلش فيه غير 3 اهداف. طبعا حارس كبير في السن. لقطه ظريفه وسريعه كده اقولها لك، 4 من 18، 4 من ال 24 حارس اللي موجودين معانا عدوا ال 40 سنه، احمد سعد، محمد صبحي، عصام الحضري، محمد عبد المنصف، وده ان يدل فانه يدل على ان الحارس كل ما بيكبر في السن كل ما خبراته بتزيد، وبتخليه يقف في ال 18 احسن بكتير من اي حارس جديد وجاي. بس حتى على المستوى العالمي كده يا كابتن فوزي، يعني على المستوى العالمي في برضه حته السن دي عند حارس المرمى ما بقتش يعني يتبص لها زي لعيب الكوره خالص، لان حارس المرمى كل قصته في المرونه. مش محتاج جري، مش محتاج نفس، كل قصته في المرونه والرشاقه والتحركات والوقفه والتمركز. اوكي. التمركز كل ما بتزيد تحفظ المكان بتاعك والتمركز بتاعك الجيد، كل ما الدنيا بقت اسهل لك في الجيم. فعشان كده السن بيفرق مع الحراس. طيب عندنا ارقام لشريف اكرامي وارقام لمحمد الشناوي، نبص عليها كده ونحللها مع بعض رقميا. اتفضل يا سمير. اتفضل. ده الشناوي طبعا، خليني اقرا لكم كده على طول برضو عشان الصوره تبقى واضحه اكتر من خلال الارقام. لاعب اساسي 4، شباكه دخل فيها اهداف مره، شباك نظيفه 3، عدد الانقاذات 6، تصدي صحيح للتسديدات 9، تصدي خاطئ للتسديدات 2، تصدي صحيح للعرضيات 19، تصدي خاطئ للعرضيات واحدة بس من الأربعة، خروج صحيح من المرمى لإبعاد هجمة 6، تمريرات طولية 72، دقة تمريرات الطولية 33%، حصل على أخطاء 6 مرات. شريف إكرامي شباكه نظيفة مرة، لاعب أساسي مرة، تصدي خاطئ للتسديدات مفيش، تصدي خاطئ، تصدي صحيح للتسديدات، تصدي صحيح للتسديدات 5، عدد الإنقاذات 3، شباك نظيفة 1، تمريرات طولية 16، خروج صحيح من المرمى 1، تصدي خاطئ للعرضيات 1، تصدي صحيح للعرضيات 2، دقة تمريراته الطولية 44%، حصل على الأخطاء 2. عايز تبص على تتكلم على الأرقام دي؟ الارقام في مجملها احنا ممكن بس نتكلم في نقطه دقه التمريرات الطوليه، هي اللي يمكن قليله شويه عند الاثنين، ودي ممكن الكابتن مصطفى يزودها شويه. انما في المجمل الاثنين ماشيين ما شاء الله. انت بتلعب 5 ماتشات، 5 ماتشات داخل فيك جون واحد وعامل كلين شيت 4، الاثنين ماشيين كويس، نتمنى التوفيق والاثنين يكملوا على كده ان شاء الله. طيب عندك 5 حالات او عندك حاجه عايز تعرضها علينا كده ولا حاجه؟ 5 حالات اللي احنا هنتكلم فيهم. اول حاله سريعا يا سمير بعد اذنك اتفضل. اول حاله بتاعت ازارو مع محمد عبد المنصف، الاولانيه زي ما قلنا التمركز هاي لمحمد عبد المنصف مع ثبات انفعالي، مع قدره على الحركه والطيران، وعينه كويسه جدا على الكوره وقدر يطلعها ببراعه. يمكن الحاله الثانيه هي حاله محمد عبد المنصف برضو بتاعت
صلاح محسن اللي اول ما نزل ورقص فيها الاتحاد اول واحده الكابتن محمد عبد المنصف. هايله هايله كابتن سيد والله يعني زي ما بقول لحضرتك هي فعلا فكرتني بكوره عصام الحضري في ماتش دروجبا. ايه عصام الحضري في ماتش دروجبا ماشي. بعد كده الكره اللي بعديها صلاح محسن الكره اللي بعديها صلاح محسن تحرك هايل قافل الجون كويس قوي بس وبعد كده يعني الزاويه البعيده مفتوحه شويه الزاويه البعيده مفتوحه بس انا اقول لحضرتك حاجه المسافه فين بص الراجل فين الراجل جوه عدى خط البلن ب 2 ياردة هو لازم يقفل الزاويه ده بقى ملوش دعوه راحت في البعيده قوي خلاص هو يعمل ايه ده نقطه كمان اهم بص يا سيد بص يا كابتن بعد ما الكره صدها بص الكره راحت فين لو الكره لو لو هو موجه ايديه لجوه شويه كانت راحت لازار انما هو توجيه ايديه 20 على 10 الكره راحت في حته بعيده جدا عن ازارو لو كانت توجيه خاطئ كانت راحت لازارو حطها جون وهو واقع في الارض فيعني ما شاء الله هاي الحاله الثالثه ده الانفراد بتاع ناصر ماهر قبل ما يخرج على طول وشالها كويس قوي في انفراد زيه بالظبط لوليد سليمان في الشوط الاولاني من عدياء برضو عملها بنفس الطريقه فيعني عبد المنصف قدم مباراه هايله بصراحه. نيجي على الجانب الاخر كان كابتن محمد الشناوي طبعا دي زي ما بقول لحضرتك صد تحضيره عايش اللعبه صده تنظيميه استباقيه يعني قبل ما الناس كلها تتحرك كان هو واخد باله وعارف وعايش ومحضر وجاهز وطالع بره ال 18 وكل حاجه زي الفل فيعني دي من الحالات اللي خدناها الاسبوع دون يمكن الحاله الجايه بتاعت محمود وادي اللي قدر كابتن شناوي يحطها من فوق ايوه طبعا في بعد كده حاله لعصام الحضري في اول مباراه من مباريات الاهلي بتاعه ازارو اللي شالها زي ما قلنا غير اتجاهه في جزء صغير من بعد ما الكره اتلعبت وجت في واحد وجت في الرجل العكسيه قدر يغير اتجاهه ويطلعها يمكن كان في كده تمام غير واحده لعامر عامر بقى بس ما جتش معانا اعتقد ان احنا غطينا لكن بشكل عام كده يعني بشكل عام كابتن فوزي قول لي حراس المرمى من خلال الخمس اسابيع بشكل عام بقى جيد متوسط في ثبات في اربع خمس تجوان بعد كده كله ابس اند داونز يعني خمس تجوان انا هقولهم بالعدد كده ماشي شناوي عصام عامر جنش المهدي سليمان سوري والزنفولي الماتشين اللي لعبهم اوكي تمام على الاتحاد بتاع الاتحاد الباقي ماتش كويس ماتش وحش ماتش كويس ماتش وحش ماتش كويس ماتش وحش ودي مشكله كبيره لان احنا لسه في بدايه الدوري ما انت يا كابتن في حاجه يعني المفروض في البدايه بتمشي من تحت لفوق لحد ما توصل لنقطه معينه اسمها البيك ده بعد كده بتمتد عليه وتكمل عليه عشان تبقى ثابت في المستوى العالي على طول لا انت مش هينفع تطلع وتنزل لما يبقى الكيرف بتاعك طالع نازل طالع نازل طالع نازل ما ينفعش لا احنا لازم نبتدي ممكن ابتدي وحش بس لما ابتدي وحش اطلع 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 لحد ما اوصل لنقطه معينه اتني ثابت عليها هنا بقى المشكله ان الناس بتطلع وتنزل الناس بتطلع وتنزل فدي ممكن تكون اخطاء من الحراس طبعا والمدربين الاكفاء اللي موجودين في الدوري اتمنى ان ربنا يوفقهم ان شاء الله نورتنا يا كابتن ربنا يكرمك ده نورك كابتن سيد اولى فقراتنا النهارده من ملعب الاهلي اللي عنوانه كان واخواتها هنفسره مره تانية اكيد مع ضيوفنا اللي جايين سواء كان كابتن سمير عثمان او كابتن اسامه حسني وكابتن عادل عبد الرحمن ما زال البحث جاريا عن ياسر محمود لو تفتكروه او تفتكروا شكله قولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بعد الفاصل و جزء خاص بالتحكيم كابتن سمير عثمان